نبدا بالنادي الاهلي واستعداداته للمباراه المهمه جدا جدا امام فيتا كلوب يوم السبت ان شاء الله. نعم، مباراه مهمه جدا طبعا، محتاجه مزيد من التركيز طبعا بعد ما حصل في تنزانيا في مباراه سبت تنزانيا، اكيد عملت رد فعل في الشارع الاهلاوي بالذات كمان. صحيح. اخذت عملت صد ورد، ولكن يعني عاوز اقول القدرة على امتصاص حالة الغضب الكبير اللي حصل في المباراة وخروج أغلب اللاعبة بظهورهم بعيد عن مستواهم نتيجة تلاحم المباريات، برضه عاوزين نقول الناس يعني لما تتناول المسائل تتناولها بنوع من العقلانية، ومسألة المطالبة بأنه موسيماني يقعد موسيماني يمشي الكلام ده مش في الأهلي يا جماعة. صح. ولا في حسابات الأهلي الكلام ده، ولا وعدت ناس تتكلم من النهاردة لغاية السنة الجاية مش هيحصل، لأنه لو كان الأهلي يدار بهذه الفكرة ما كان وصل إلى ما وصل إليه الآن. الأهلي أكبر وأعمق من كده، إدارته وعندها من الخبرات وتحمل وامتصاص الصدمات بصورة أو بأخرى، بتبقى العملية يعني ما بتبقاش فيها رد انفعال، لا بيبقى فيها نوع من الهدوء. ولو عايزين نحكي في التاريخ وفي الحواديت وفي المواقف هنقول كلام ممكن ناس ما سمعتش عنه قبل كده، لا مباراة سيمبا كانت درس مهم جدا، ودرس للعيبة أولا، ثانيا درس للجهاز الفني، لأنه في حاجات كتيرة وتقبل النقد بصورة أو بأخرى شيء مطلوب، طالما هذا النقد يتم بصورة إيجابية ليس صورة سلبية. طيب. مش مطالب منك نهيل التراب عشان نتيجة مباراة واحدة، ده فريق أول مرة يخسر، أول مرة يخسر مباراة، الناس كأنه نسيت، ناس بتتكلم كأنه الأهلي مش من ما جابش البرونزيت مونديال الأندية يعني برضه، يعني المساله الحسابات لا مختلفه. الجهاز الفني اكيد اكيد لازم يكون درس اللي حصل، اكيد يكون عنده حسابات مختلفه، اكيد في حاجه في ضغوط اتعرض لها، ده كله مش هيكون مبرر ليه اكيد، وفي تصحيح للخطا ودراسه الامر زي ما اتكلمت مع حضرتك قبل كده، قلت لك بعد المشاركه في مونديال الانديه بالدوحه كان يتوجب ان المشهد بصفه عامه وفارق المستوى في الكوره اللي بيننا وبين البايرن كانت واضحه، ان الحاجات دي بتبقى في محل دراسات، وانك تتم امتى تخطو الخطوة المهمة جدا وتبتعد عن كل الكلام ده وتروح تقرب من المسافات، انك تبقى عندك كرة بتقدم كرة سريعة ومختلفة، والكلام ده مش هيجي في يوم وليلة. أيه. هيجي محتاج العملية، محتاجة شغل، محتاج بناء كبير يتم، ما بيتمش في يوم وليلة وفي ساعتين وفي ثلاث ساعات وفي سنة، لا ده شغل كبير جدا، وشغل مش مدير فني، ده أجهزة ولعيبة ويعني مجموعة عمل متكاملة وأجواء مناسبة. مباراة سيمبا كانت درس مهم، كانت نقطة وصدمة مهمة جدا حتى يستفيق الفريق بصفة عامة قبل الدخول في المعمعة. أنت عندك موسم طويل ما بين دوري ما بين كاس، اثنين على المستوى المحلي، دوري أبطال أفريقيا والبطولة والحلم للوصول للعشرة، عندك كمان هيبدأ المنتخب الوطني تصفية أمم أفريقيا، عندك هيبدأ تصفية كأس العالم، كل دي مشوار ومباريات كتيره جدا، كتيرة ويمكن جداً. في البيت الكبير عرضنا يعني عرضنا فأنت محتاج من في الحاله دي انه كمان الجهاز الفني يكون عنده الثقه والقدرات في انه مرحله تدوير اللاعبين. صحيح. انك انت ازاي يبقى عندك عناصر ثابته في مباراه افريقيا شكلها ايه، وعندك في الدوري المحلي عشان ما يحصلش على طول، لانك انت هتلعب 10 مباريات في 27 يوم، لما انت تمسك الجدول مثلا في الفتره دي صعبه جدا، يعني مزبوط. محتاجه قدرات، ومحتاجه كمان لما تلعب منافسين ما عندهمش الضغط اللي عندك يعني ايه، فهتبقى في نوع من الاريحيه بالنسبه لهم، محتاج انك انت اللياقه البدنيه للصفاء الذهني يعني الجمل، هيحتاج شغل كبير جدا. فمباراه سيمبا كانت نقطه وكانت يعني صدمه ايجابيه من وجهه نظري في وقت مهم جدا، لانه اللي حصل في سيمبا ما كان يجب ان يحصل مع فريق بحجم النادي الاهلي، لو كان يعني مباراه فيها كثير من الامور اللي نقدر نتكلم فيها او الناس اتكلمت فيها، لكن مباراه فيتا كلوب مباراه صعبه، لان دي مباراه محوريه نحو التاهل جدا، لانها هتلعب مع فيتا مباراتين بست نقاط، لازم تحسم على الاقل هنا في ملعبك ان شاء الله يوم السبت الثلاث نقاط حتى تذهب لمباراه العوده بتفكير مختلف، تفكير صحيح. الناس هتنتظر من الفريق في مباراه العوده يكون الشكل عامل ايه كمان. المباراه اللي جايه كمان اهميتها ان كمان انت لسه بتتكلم في تلاحم المباريات، النادي الاهلي تقريبا يعني هيلعب كل 3 ايام مباراه. فيتا كلوب طبعا بعد فوزه على المريخ بنتيجه كبيره جاي بثقه، وجاي قبل كمان ميعاد المباراه باسبوع، جاي بدري ما خلاص، بالتالي كمان هو مريح ومركز كويس قوي، جاي مصر عشان بيحضر وبيدرس وبيشوف وهيتفرج وهتجيله الشرايط وهتجيله الكلام ويسمع وهيبص على المشهد يعني. بصفه عامه وكده هيتابع ويقدر يعمل اللي هو حاله انه استعداد للمباراه يعني مهم جدا، فمباراه الخطوه فيها مهمة جدا يعني على فل التركيز، والجميع ينسى أي خلافات، ينسى أي مشاكل، التركيز في الملعب، لأنه الفوز
في مباراه فيتا من وجهه نظري مش ثلاثه دول ست نقاط هيبقوا يعني من وجهه نظري، لانه مش هتكلم على المباراه الثانيه، لكنك انت تخطو وتقلل امال فيتا كلوب مزبوط. قبل ما تروح تلعب على ملعبه ده شيء مهم جدا. هو بيقول لك احنا مش خايفين من الاهلي، مدرب فني بيتكلم، واحنا مش كل ده الكلام على عينه وعلى راسه، لكن الملعب حاجه ثانيه. المباراه صعبه، المباراه مش هتكون سهله، تبقى محتاجه تركيز من الموسيماني، ايضا اللاعبين لازم يكونوا عارفين خطوره الامر، لانه الماتش كمان بتاع الدوري مع الطلائع، شوف الماتش كان عامل ازاي، والفرقه وتوفيق يعني الشناوي كان في سبحان الله تألقه وحضوره جاي في المباراه عمل يعني حاجه كويسه جدا. لكن اللعيبه الباقيين رغم الجهد لكن محتاجين وقفه مع النفس، يعني في ممكن الجانب البدني، هل في ارهاق، هل في تفاصيل احنا ممكن ما نعرفهاش، لكن عاوز اقول انه يا جماعه لا، الاهلي لا، انت لازم تكون بس حق. كان